خلص ادو حصلنا على المقبره. مقبره تعال ولا فرحان. خش ولا تعالى في ظهرك يا ماو. قبل ما تخش عرفت هتنور الكشاف ازاي؟ بقول الله اللي بقالك دورية يا ماو. ما قلت لك ما تقوليش يا ماو، ده انت بتكلم معزه. ماو ده ايه؟ يلا وافرد وش امك. ده انا مش فاهم مين اللي سماك فرحان. على انا مش فاهم امك ازاي جالها قلب تسميك فرحان بالجمجمه دي. دي جمجمه فرحان؟ ده حسب نظريه لامبروزو دي جمجمه مجرم. يلا يلا عشان نشوف هنعمل ايه. انت حفظت كلمه السر الاول ولا لا؟ لا نسيتها. انا اجيب لامك كلمه سر اسهل من كده؟ ايه قلت لك مليون مره ركز معايا. انا هقول الدباجه بتاعتي للسياح ان القراميط الاوائل كانوا بيحبوا الشمس قوي لدرجه انهم كانوا بيغنوا لها في الاعياد الشمس تجمعنا. اول ما تسمع كلمه الشمس تجمعنا تنور الكشاف. فهمت يا ماو؟ اول ما اسمع الشمس تجمعنا انور الكشاف. الله ينور عليك. اه فهمت بقى. في الغربه توجعنا عشان تبقى فاهم وانا قايل لك الكلام ده مليون مره. بخش وبعد ما بقول لك عفوا. وريني بقى، اطلع على السلم كده ونور الكشاف وريني هتعمل ايه. على مهلك. على ربنا يستر. انا مش مستريح لامك خالص ولا للطايه اللي انت لابسها دي. اهو لا ثبتها يلا على وش القرموطة عشان يبان تعمد الشمس. ثبت ثبت في شمس بتتهز يا ابن الغبيه. ثبت البتاع ده يلا كده. ثبتت؟ ايوه ثبتها بقى. بس كده اهو، ما تهزش ايدك كتير بقى. فهمت؟ فهمت يلا ولا ما فهمتش؟ فهمت يا مام. هو انا غبي؟ لا العفو غبي ايه؟ والله العظيم لو قالوا لاي رسام ارسم صوره الغباء من الخيال هتطلع صوره امك. القرموطة ويلكم ويلكم عزوز. يا اهلا وسهلا يا اهلا، منورين سقاره سيتي ومقبره القرموطي. مرحب مرحب. 100 نايت على الناس الرايت، يعني 100 مسا على الناس الكويسه. انجليز دول ولا منين؟ جايب لك فوق مخلط ايه كوكتيل. مخلط فخفخينه يعني. اه ايطاليا. ايطاليانو. يس. ما ويلكم ويلكم ايطاليانو. واتس يور نيم؟ ايو مكيامو روبرت دي فاسو. لا مش بقول لك عملت ايه، بقول لك اسم حضرتك. النيم النيم. سينيور كارموتي اسمي دي فاسو. دي فاسو. سي. اهلا وسهلا. كله من ايطاليا ولا ايه؟ برازيل. برازيليا. ويلكم ويلكم ان ايجي. واتس يور نيم؟ باولينو. باولينو. فاسو وباولينو. انت جايبهم مراحيض يابا في ايه؟ ده برضه مقبره محترمه. اتفضلوا اهلا. نونشي تيمبو. محتاج اشوف تعامد شمس على وجه كارموتي الكبير. كل حاجه هتشوفها بميعادها. قبل ما تشوف تعامد الشمس بس هوريكم جداريه اثريه يرجع تاريخها لعصر القراميط الاوائل، بتاصل العلاقه ما بين جد الاول القرموطي الاول والجزمه مرعي بتاع الكلمه. دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ معرفش. تبع الفوق بر. ويلكم ويلكم. واتس يور نيم؟ بربارا. بربارا. اه باولينو وفاسو وبربارا. هي كانت ناقصه البربارا دي. اتفضلوا اتفضلوا اهلا وسهلا. لا مش قدام الخواجات، ما ينفعش الكلام ده عزوز يعني، نفضح نفسنا. اتفضلوا اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. في شقه كارموتي ابارتمنتو، في مقبره. لا اهدى شويه فاسو، مش اول ما نخش بقى كده. الله يخليك ما تشغلنيش. الله كل شويه هتسال ولا ايه؟ اتفضلوا على المقبره. اتفضلوا اتفضلوا. فين كارموتي؟ ده دولاب ملابس. استغفر الله العظيم يا رب على الاسئله. اهدى شويه. اتفضلوا يا فنديه. واو انكريدبلي. شفت بقى المفاجاه؟ عشان ما تقعدش تتكلم بقى كتير يا فاسو. دي الجداريه اللي قلت لكم عليها اللي بتاصل العلاقه ما بين القرموط الاول والمعفن المرعي بتاع الكلمه. ده اول توك توك في التاريخ عمله جد القرموط الاول، وكان المرعي بتاع الكلمه بيقعد في الكرسي ده الوراني، ومع اول ملف كان بينط قبل ما يدفع الاجره. ومن هنا بدات الجمله المشهوره اللي بيرددها سواق الميكروباصات لحد دلوقتي. نلم الاجره من بعض يا فنديه. اهي لم الاجره من بعض يا فنديه قبل ما نطلع، كله مكتوب اهو. وده اول كليم اشتراه جدي من مرعي المعفن بتاع الكلمه. ودي اول كلميه اللي كتبها جدي القرموطي الاول للمعفن المرعي بتاع الكلمه. دي مش اثار. ده سيراميك ليزر كات بلاطه 60 في 60، دي فاسو فهمان. انت ايه شغال في سيراميكا ولا ايه؟ ما تهدى شويه يا عمنا، ما تهدى شويه. هو انت كل ما هتتكلم معاه اهدى شويه. دي نسخه مقلده مش دي النسخه الحقيقيه. النسخة الحقيقية موجودة دلوقتي في متحف البلوفر في باريس. متحف اللوفر كرموتي. لا اقعد بقى كل كلمة خش لي ونط في بقي، مش هينفع الكلام ده. ما هو باولو قاعد ساكت، اشمعنى فاسو اللي بيتكلم؟ اتفضل اتفضل اتفضل. معلش الدنيا هنا ضلمة شوية
عشان احنا 3000 متر تحت سطح الارض. 3000 نونشي كريدو كرموتي، احنا نزلنا سلمه واحد. انا مش هرد عليك يا فاسو، تعالوا عشان اوريكوا تعامد الشمس. هنقعد دلوقتي يا ماو. اهدى يا جزمه. ها انتم الان وجها لوجه امام الاراميط الاوائل. انا عايز تعامد شمس كرموتي. الساعه كام معاك يا فاسو؟ 8:59. الساعه 9 هتشوف تعامد الشمس. جدود الاراميط الاوائل كان من كتر حبهم في الشمس كانوا بيغنوا لها في الاعياد الشمس تجمعنا. امك جبت اهلك. جدودي الاراميط الاوائل من كتر حبهم في الشمس كانوا دايما يغنوا الشمس تجمعنا. والغربة توجعنا نبعد ترجعنا، هغني الأغنية كلها يا ابن الجزمة. اصبر عليا يا ميو، الشمس معلقة. ما أنا عارف إن الدنيا هتبوظ. ها هي الشمس، ثبت الشمس، ها هي الشمس، ثبت ثبت. معلش الشمس بتتهز عندنا. هللويا هللويا. إيه رأيك؟ تعامد شمس على وجه كرموتي. يس. كدابيسيمو سنيور كرموتي. ده مش ضوء شمس، ده ضوء سبوت. لحد هنا وظبطت بقى، لان انا شايل في قلبي منك من صباحيه ربنا. مش كل كلمه تنط تبق فيها واخ فاسو. نهدى شويه بقى عشان نعدي اليوم ده على خير. اتفضلوا عشان اوريكم معجزه من معجزات الدنيا السبعه من جد القرموط الاول، عامل تمثال راسه راس بطريق وجسمه جسم كلب بحر. اتفضلوا. اهلا وسهلا بيكم. يلا انزلوا انزلوا. هاي 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 هاي. واخد انت الموزه وسايبني مع العواجيز. انبر انبر فوق امها. تعالي يا ام فخاد، انت تعالي جنب كده عشان هاتهم ورانا بقى. يلا. اللغه الهيروغليفيه هي لغه المصري القديم، ولحد دلوقتي المصريين بيستخدموا اللغه دي في حياتهم اليوميه. يعني مثلا كلمه تاتا تاتا، خطي العتبه تاتا، يعني امشي. الفول المدمس، الفول المدمس اصلها الهيروغليفي المتمس. بصاره، بصاره اصلها بالهيروغليفي بصاروه. يا عم فول ايه وبصاره ايه؟ انت هتفضحنا في وسط الاجانب يا عم. فول المصري القديم والاراميط الاوائل كانوا بياكلوا الجمبري، الاكله الشعبيه بتاعتهم كانت الجمبري. اتفضلوا اوريكم جداريه الجمبري. الجمبريه قد كده. انت ايه اللي جاب امك معايا مش فاهم؟ اتفضلوا تعالى. اتفضلوا. يلا يا ميو. ركزوا معايا. ركز يا شيخ العرب. بصوا بقى. الهرم ده الهرم الوسطاني اللي هو هرم خفرع، وكان كله من فوق لتحته مكسب الحجر. فين هرم مدرج ابو ست مصاطب كرموتي؟ غفر الله العظيم يا رب. وبعدين في القطعات اللي بتقطع يا عم، هرم ايه ابو ست مصاطب؟ ما كانوش ست مصاطب، هم كانوا 12 مصطبه. لا سته كرموتي. لا 12 مصطبه. وجد القرموطي الاولاني اتخانق مع رئيس حي منفي اول مش عامل له ازاله للست مصاطب اللي فوق، وفضلوا ست مصاطب. كرموتي ما تقعدش تشتغل كرموتي، هم ست مصاطب بس كرموتي. وبعدين بطل جهل بقى كرموتي، انا اعرف تاريخ فراعنه احسن منك. اسمه هرم زوسا وست مصاطب وبناها الطبيب والمهندس المصري امهاطر. خلي امهاطر بينفعك، علشان انا قلت مليون مره انا مش فاهم ايه اللي جابك مع امي. اجيب امي يا ماو. تعالي يا قشقه. الارض اللي هناك ديت اللي كان جدي بيلعب فيها بينج بونج. بينج بونج؟ هو كان في كوره بينج بونج زمان؟ انا اتسالت اسئله لو في ثانويه عامه ما تسالهاش. انت متاكد انه ايطالي؟ ايه ده عليا شويه يا عم. عايز دليل كرموتي. الكره اللي كان بيتلعب بيها البينج بونج معايا جايبها لك عشان عارف اسئله امك. سون الاوفو، يعني بالعربي بيضه. بيضه بقى؟ انا كان جدي بيلعب بالبيضه والحجر. عايز حاجه؟ انا مش فاهمك، انا مش فاهمك جايبه لي منين. يا ليله سودا. امال ايه عزوز دي؟ شط الساحه جايه تجري علينا. القرموطي اهو. قرموطي لم منهم الفلوس على بال ما ارجع لك. خمسه كده وجايه. ها اوعى وش امك. اوعى يا اخي.